جدا من النجم الكبير احمد السعداني. ازيك يا نجم؟ يا باشا انت اللي نجم كبير قوي يا حبيبي. لا ده انت اللي نجم، ده احنا بنحب نقعد نتفرج عليك يا نجم بقى. نجم النجوم يعني. حبيبي يا ابو حميد. محمود طبعا برحب بيه برضه. الله يخليك يا ابو حميد يا جميل. يا فنان ازي حضرتك عامل ايه؟ الفل عليكم، والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني. والنادي الاهلي بجد بيدينا دايما امل في الحياه. انا النهارده كان عندي تصوير، ودي يعني حاجه بتبقى مضايقاني قوي لما يبقى في ماتش للاهلي ويبقى عندي شغل، بس يعني اكل العيش مر اعمل ايه؟ انت مش بتوقف الشغل يا ابو حميد ساعه الماتش؟ مش يعني مفيش تصوير ساعه الماتش؟ اعمل ايه؟ مش بمزاجي. لا ده وبعدين ده درجه ثالثه. انا فيه كله مفيش حد فيه خالص مهتم بالكوره ولا كروي خالص، فانا قاعد زي المجنون ماسك الموبايل وبين الشوطات قاعد بتفرج، ولما بيجي بقى وقت التصوير بوطي الصوت وقاعد عندي ثقه وعندي يقين في لعيبه النادي الاهلي وفي عقيده النادي الاهلي ان احنا هنقدر نعملها. يعني كنت قاعد حقيقي واثق من ان احنا مش الماتش ده مش هيخلص كده، ان احنا ما نستحقش خالص ان احنا نخسر كنا النهارده. امتى حسيت بكده يا احمد؟ يعني امتى حسيت ان احنا هنكسب النهارده؟ لا من اول الشوط الثاني احنا لاعبين حلو جدا يا اسلام وضاغطين وفي روح عاليه جدا. وانا اللعيبه دي كانت صعبانه عليا بصراحه بعد كمان البطوله العربيه، لان هم استهلكوا فيها تماما ومش عايزين نخبط في كروش يعني، بس هو بيقضي على اللعيبه بصراحه. يعني تعامله مع اللعيبه خلاص، ما ينفعش يبقى معايا هداف الدوري وهداف افريقيا واخده وارميه كده في وينج ليفت، ويبقى معايا قفشه باخده لعيبه باك، يعني بيعمل حاجات غريبه جدا يعني. فانا اللعيبه كانت صعبانه عليا نفسيا وبدنيا، فالنهارده ان هم قدروا يقفوا على رجلهم يعني بجد شافوه، يعني مش هقول غير كده. وشافوه للراجل المسؤول اللياقه البدنيه، الراجل الجميل ابو دهن ده انا بحبه جدا بصراحه. موقف اللعيبه على رجلها، موقف الفرقه في ظروف صعبه جدا جدا، فكتر الف خيرهم. يعني حتى لو كانوا النهارده ما كسبوش ما كانش الواحد هيزعل خالص انه عملوا اللي عليهم، فعشان عملوا اللي عليهم فعلا ربنا الحمد لله كرمنا في ضربات الجزاء. يعني مين احسن حد عجبك النهارده من اللعيبه؟ الحقيقه روح الفرقه كلها. انا اكرم توفيق ده هعمل له تمثال في البيت قريب، يعني بجد انا ما شفتش روح زي دي. يعني ده هو وريث الشرعي لاحمد فتحي فعلا، الروح دي غير طبيعيه. بس انا فرحان لطاهر كمان جدا لانه لعيب موهوب قوي ومظلوم قوي الحقيقه. الراجل كان ماشي كويس جدا، ولماتش بايرن ميونخ كان عامل ماتش عالمي واداء يعني رفيع المستوى. وطبيعي ان اللعيب يتهز شويه خصوصا ان في لعيبه كتير فما بياخدش وقت كتير وكده، فربنا كرمه النهارده. انا فرحان له بصراحه ومبسوط له جدا. يا نجم شرفتنا ونورتنا والف مبروك وشكرا ليك، ودايما انتوا بتسعدونا، وتحيه لقناه النادي الاهلي قناتي المفضله، وبتسعدونا دايما ويا رب دايما منورين الشاشه. وتحياتي للكابتن شريف، لانه كابتن شريف من اوائل اللعيبه اللي انا اتفرجت عليها في الاستاد يعني. حبيبي احنا اللي بنتمتع بيك دلوقتي يا حبيبي. الف مبروك. الف مبروك يا ابو حميد، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير احمد السعداني. الحقيقه مشجع درجه ثالثه احمد فظيع. بسم الله ما شاء الله.